بسم الله الرحمن الرحيم. هنناقش دلوقتي تاني بون في الابر ليب وليها علاقه بالبكتيروريجم اللي هنشوفها دلوقتي ان شاء الله. احنا اتفقنا لو احنا عاملين ارتكليشن ما بين الكلافيكل والاكروميوم اوف ذا سكابولا هيبقى اسم المفصل ده اكروميو كلافيكولار جوينت اللي هو نفسه شولدر جردل حزام الكتف. اذا كانت الكلافيكل هي الانتيريور بون اوف ذا شولدر جردل فالسكابولا هي البوستيريور بون اوف ذا شولدر جردل اسمها الثاني شولدر بليد لوح الكتف. زي ما اتكلمنا عن الكلافيكل بدانا بالتايب اوف بون. احنا لو هنقول السكابولا دي تمشي انهي نوع في البون لونج ولا شورت ولا فلات ولا ريجولار سيسامويد روماتيك. العظمه لما ارفعها في النور تشوف النور معدي من خلالها فما دام رقيقه جدا بالشكل ده تبقى هي فلات بون يعني لها تو سيرفيسز واحد قدام واحد واو. هنتفق على حاجه قبل ما نشرحها. احنا في السكابولا بالذات ما بنفضلش نقول انتيريور وبوستيريور بنستخدم الفاظ فنترال ودورسال لان هي في اي بلين عامله 45 درجه مع البلين نفسه. يعني لو هاخد ساجيتال بلين البلين المركزي بتاع الجسم الامامي الخلفي تعمل معاه 45 درجه ولو هاخد الكورونال بلين اللي من قدام الودن اليمين لحد الودن الشمال ده هو هتعمل معاه برضه 45 درجه. ما دام في ميل مش موازي قدامي واللي ورايا بفضل اقول فنترال سيرفيس دورسال سيرفيس. طب وهي ايه اللي مخليها مايله 45 درجه مع اي بلين؟ انها متفقه مع دوران القفص الصدري يعني اي ريب وهو بيلف هي نايمه ورا الريبس اليمين والشمال كده وكده بحيث انها تبقى مطبوعه على القفص الصدري زي ما هنتفق كمان شويه. فاحنا من دلوقتي هنقول فنترال سيرفيس دورسال سيرفيس وان كان يصح برضه لو عايز تقول انتيريور وبوستيريور عادي ما فيش مشكله. شكل العظمه ايه؟ السكابولا شكلها ايه؟ هي اتفقنا من حيث النوع فلات بون شكلها هندسيا تراينجلر صح؟ بس البيز بتاع التراينجل اباف والايبكس بتاع التراينجل بيلو يعني هي مثلث صحيح بس مقلوب ليها شيب اوف انفرتد تراينجل. اي تراينجل في الدنيا ليه كام بوردر وكام انجل؟ 3 بوردرز 3 حروف و 3 انجلز 3 زوايا. يبقى انا النهارده هتفق مع الشباب على ان في 2 سيرفيسز لانها فلات واحد فنترال واحد دورسال وثلاثه بوردرز وثلاثه انجلز لانها تراينجلر ان شيب. طب تعالى نتفق على اسامي البوردرز الثلاثه بقى. الحرف الفؤادي ابر بوردر او سوبيريور بوردر. فاضل لك حرفين بقى دول لو انا مركبهم على جسمي كده ناحيه عمود الفقري. ده ناحيه الميد لاين وده بعيد عن الميد لاين يبقى مين الميديال ومين اللاترال بوردر؟ ميديال بوردر ناحيه العمود الفقري لاترال بوردر اواي فروم فيرتيبرال كولر. تعالوا بقى كده بينا وبين بعض نتفق على علامات تميز الثلاثه بوردرز. ايه الميزه بتاعت الابر بوردر وايه الميزه بتاعت الميديال بوردر وايه الميزه بتاعت اللاترال بوردر؟ الابر بوردر از شورتست بوردر اقصر بوردر في السكابولا. طب والميديال بوردر؟ اطول بوردر في السكابولا لونجست بوردر في السكابولا هو الميديال بوردر. طب واللاترال بوردر؟ ثيكست بوردر في السكابولا اتخن حرف في السكابولا هو اللاترال بوردر. ليه؟ هنشوف بعد شويه. يبقى الابر بوردر شورتست بوردر الميديال بوردر لونجست بوردر اللاترال بوردر ثيكست بوردر. تعالى نتفق على الثلاثة انجلز دي انهي انجل ودي انهي انجل؟ ابر انجل وسوبيريور انجل ولور انجل او انفيريور انجل. طب ودي بقى اللي عند دراعي من بره لاترال انجل. وساعات نقول على اللاترال انجل جيلينويد كافيتي او جيلينويد فصه. ايه هو الجيلينوس ده بقى؟ بيقولوا شبه اويد لما نحطها في اخر كلمه يعني شبه الجزء اللي فات في الكلمه. فلما اقول جيلين اويد يعني شبه الجيلينوس. ايه هو الجيلينوس؟ الطبق المسطح. فيقولوا عليه كده بالعربي التجويف الحقي. الحق ده اللي هو طبق مسطح كده كان يتحط فيه رماد او فحم او حاجه زي كده. فيقولوا ده جيلينويد كافيتي. هو نفسه اللاترال انجل اوف ذا سكابولا هو الجيلينويد كافيتي. وهنتفق من دلوقتي عشان ما ننساش فوق الجيلينويد كافيتي نطوق صغير وتحت الجيلينويد كافيتي نطوق صغير. احنا لما نكون فوق وتحت حاجه نقول ايه؟ سوبرا انفرا. انما لو حاجتين فوق بعض ما فيش بينهم فاصل يبقوا سوبيريور وانفيريور. يعني انا كده اقول دي سوبيريور ليب ودي انفيريور ليب. انما لما يبقى بينهم حاجه يبقوا سوبرا الحاجه وانفرا الحاجه. يعني اذا كان في جيلينويد كافيتي وفي بروزه فوق وبروزه تحته هما لو البروزتين كانوا جنب بعض كده كنا قلنا سوبيريور وانفيريور. لا ما دام فصلهم حاجه يبقى هنقول سوبرا الحاجه وانفرا الحاجه. سوبرا جيلينويد تيوبركل انفرا جيلينويد تيوبركل اللي ان شاء الله قريب هيطلع منهم اللونج هيد اوف بايسبس واللونج هيد اوف
الترايسبس. هنقول لكم بعدين اللونج هيد اوف بايسبس طالعه من هنا واللونج هيد اوف ترايسبس طالعه من هنا، سوبرا جلينويد تيوبركل وانفرا جلينويد تيوبركل. يبقى كده خلصنا من الثلاثه بوردرز والثلاثه انجلز. ثلاثه بروسيسز، ثلاث بروزات في السكابولا والحته اللي جايه بجنبها خالص. ايه الثلاث بروزات اللي انت شايفهم؟ شايفين البروزه دي ولا لا؟ وفي اخرها في بروزه ثانيه، وتحت البروزه دي في بروزه ثالثه. يعني في 3 بروسيسز موجودين في السكابولا. احنا كده دورسال سيرفيس ولا فينترال سيرفيس؟ ما دام في بروزه يبقى ده الدورسال سيرفيس، اللي ما فيهوش بروزات وناعم خالص ده الفينترال سيرفيس، كانه طبق كده. يعني طبعا انت لو طبقتها على قفص الصدري من ورا ما يصحش الشوكه دي تخبط في الضلوع، يبقى الشوكه دي ناحيه جلدك. انما السكابولا ناعمه من ناحيه ضلوعك، يعني هي بتنام على الضلوع ما فيش فيها بروزات، انما وهي بتقابل ظهرك في بروزه بتشوفها على ظهرك من ورا كده ماشيه بالعرض يمين وشمال، هي دي. اسمها ايه البروزه اللي طالعه من الدورسال سيرفيس بتاع السكابولا؟ شوكه السكابولا، سباين اوف سكابولا. بدايتها من مكان ما صوابعي لمس العظمه، يعني بدايتها الدورسال سيرفيس، نهايتها جلدك. تنتهي على السكين، يعني دي سب كيوتينيوس، يعني تتحس وتتشاف تحت الجلد. انما هي كل المثلث اللي انا بشاور عليه ده كله اسمه سباين اوف سكابولا. كل ده الحرف الحر اللي بيلمس الجلد اسمه كريست اوف ذا سباين. كريست اوف ذا سباين، كلمه كريست يعني الحرف الحر في اي شيء زي ترابيزه زي كرسي زي شوكه. كريست اوف ذا سباين، انت شايف الكريست ليه كام شفه؟ ليه ابر ليب وليه لور ليب. يبقى لو مسكت دي كلها تقول لي دي سباين اوف ذا سكابولا، انما لو شاور بايدي على ده بس كده تقول لي كريست اوف ذا سباين اوف ذا سكابولا، وده الابر بوردر او الابر ليب اوف ذا كريست، وده اللور بوردر او اللور ليب اوف ذا كريست. ودي ان شاء الله هيبقى فيها عضله ترابيزيوس في المستقبل، ودي هيبقى فيها عضله ديلتويد بتاعت الكتف اللي هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. امشي مع السباين لحد ما تخلص تلاقيها تحولت الى ايه؟ مستطيل حر في الهواء كده، ريكتانجلر بروسيس. البروز ده هو اللي انت بتخبطه بايدك في كتفك كده، او اللي انا بخبط عليه دلوقتي ده هو ده. فيقولوا طرف الكتف، طرف اكرو، زي ما يقولوا تضخم الاطراف اكرونيجن طرف. طب وسكابولا في اللاتيني اوميون، فعايز تقول طرف السكابولا تبقى ايه؟ اكروميون، اكرو اوميون، اكروميون بروسيس. ده اللي هو امتداد للسباين، بعد الشوكه ما تخلص تحط الاكروميوم بروس. الاكروميوم بروسس ليه كام بوردر؟ ليه بوردر ناحيه دراعك، وليه بوردر بيبص ناحيه العمود الفقري، يعني في لاترال بوردر للاكروميوم بروسس وفي ميديال بوردر للاكروميوم بروسس. تمام كده؟ كده خلصت من بروزتين، السباين والاكروميوم. البروزه الثالثه عامل زي المقارة الغراب، فيقولوا ايه؟ كوراكويد بروسس، النطوق الغرابي، كوراكويد بروسس. كويد يعني شبه، وكوراكوس يعني الغراب، منقار الغراب، كوراكويد بروسس. عشان النهارده هوريكم عضله طالعه منه وراح هتمسك في الهيومرس. الهيومرس دي اسمها في اللاتيني بريكيس، فلما عضله تبدا من كوراكويد بروسس وتنتهي في بريكيس يبقى اسمها كوراكو تراكياليس ماسل، كوراكو تراكياليس ماسل، هنتفق عليها. فاضل نختم بايه بقى؟ التو سيرفيسز، فينترال سيرفيس دورسال سيرفيس. فينترال سيرفيس عامل حفره ولا لا؟ حفره يعني فصه اسمها سب سكابولار فصه، سب سكابولار فصه. هي كلمه سب في اللاتيني تحت، هي مش تحت السكابولا ولا حاجه، هي قدام السكابولا. امال التسميه جت منين؟ اللي وصفوها الاول خالص الفيترينارينز بتوع الطب البيطري في الخيل وفي الكلاب، السكابولا عامله كده والحفره دي تحتها، فهي تتسمى سب سكابولار فصه. والاسم فضل لان السكابولا في الهيومنز مطابقه تقريبا في الشكل اللي زيها في الانيمالز، فمفيش حاجه هتتغير. سب سكابولار فصه اللي هيبقى فيها عضله شايله اسمها ان شاء الله سب سكابولاريس ماسل. نختم بدي بقى الدورسال سيرفيس، السباين اسميته فصه صغيره فوقه وفصه كبيره تحته. الفصه الصغيره اللي فوق السباين تبقى سوبرا سباينس فصه، والحفره الكبيره اللي تحت السباين تبقى انفرا سباينس فصه، ودي ان شاء الله هيبقى فيها عضله اسمها سوبرا سباينيتس ماسل، ودي فيها عضله اسمها انفرا سباينيتس ماسل. انت لما تنسب السباين تقول سباينس، لما تنسب السباينس تقول سباينيتس. فهنا سوبرا سباينس فصه وفيها سوبرا سباينيتس ماسل، ودي انفرا سباينس فصه وفيها انفرا سباينيتس ماسل.
فكده الشباب ختموا معانا بانه الاسكابولا ليها 3 بوردرز و3 انجلز و3 بروسيسس و3 فصي. 3 بوردرز سوبيريور ميديا لاترال، الانجلز سوبيريور انفيريور لاترال، البروسيسس سباين اكروميوم كوراكويد الفصي، سب سكابولا الفصة، سوبرا سبايريتس فصة، انفرا سبايريتس فصة. في ناس تحسب جيلينويد كافيتي جيلينويد فصة وتبقى دي رابع فصة في الاسكابولا. مش هندوشكم دلوقتي بقى بالنوتشس اللي موجوده في الاسكابولا ونسيبها للعمل ان شاء الله.